اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. هنعمل النهارده ايه؟ بنتي قالت لي نفسها في كيكه بالشوكولاته. هنعمل كيكه بالشوكولاته حلوه قوي وسريعه وان شاء الله تعجبكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي كوبايتين دقيق، هي عدل كوبايتين الدقيق. هنحط كيس بيكنج باودر، تمام، وهنحط كمان ذره ملح تمام كده. نقلبهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق ينخلوه كويس قوي، بيخلي اما تنخلوا دقيق بيخلي الكيكه هشه. وبعدين نيجي عندنا هنا ثلاث بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ثلاث بيضات، ادي اثنين فانيليا عليهم، هنا عندنا سكر، كوباية سكر. معلش احنا قلنا ايه، اتفقنا ان احنا ما نسيبش حاجة. تمام، ادي كوباية سكر، نضربهم. عندنا هنا كوباية كاكاو، عندنا كوباية لبن، تمام كده. قولوا تمام، كله كويس. عندنا نص كوباية زيت، حلو كده. يلا نضربه تاني. الكاكاو اللي في الجناب ده، بس كده. نعمل ايه بقى؟ نجيب نص كوباية مية مغلية، بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، ادي نيجي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. احنا اتفقنا ان اي كيكة نعملها اتجاه واحد. مش بس ننضف كده حوالينا، اي كيكة نعملها نضربها اتجاه واحد. هي بتبقى سايلة شوية عن الكيكة العادية. دايما بقى وانتوا بتعملوا الحاجة اذكروا الله، صلوا على النبي، تلاقوا الحاجة طلعت حلوة ان شاء الله، تلاقوا نفسكوا كده قاعدين فاضيين، قوم اعملي حاجة حلوة كده لأولادك. كل مرة طبعا الأذواق بتختلف، فلو كل مرة هتعملي، كل أسبوع هتعملي حاجة حلوة على ذوق حد هتبسطيهم. اقعدوا كده قدام التلفزيون في الشتا ده ياكلوا الحاجة حلوة، هيبقوا مبسوطين قوي قوي قوي. بس كده ضربناها كلها اتجاه واحد. عندي صينية مبطناها بالدقيق اهيت، هنزل بالكيكة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، بس كده. نحطها بقى في الفرن
هنشوفها لما ايه. دلوقتي هنعمل الصوص الشوكولاته. ماشي، اول حاجه عندنا نص كوبايه سكر، تمام، عندنا ربع كوبايه كاكاو او نص اللي عايز يزود شويه مش مشكله، عندي معلقتين دقيق، عندي كوبايه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي نص كوبايه ميه، وعندي دي معلقتين سمنه او حته زبده لو في زبده، مش زبده خلاص ممكن سمنه، سمنه بلدي. نقلبهم نحطهم على النار. تمام، بصوا ادي السمك بتاعها، حط بقى الزبده او معلقه السمنه اللي موجود، طبعا لو بالزبده هتبقى افضل يعني. نقلبها، حطها بس على النار ثواني. بس كده نطفي عليها، هنسيبها تبرد، نحطها هنا. بسم الله، نسيبها بقى تبرد ونشوف هنعمل ايه. ادي الكيكة طلعناها وسيبناها تبرد، هنفضيها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ده صوص الشوكولاتة. بسم الله الرحمن الرحيم، واو، يعني حاجة كده لوز العنب. عارفين لوز العنب ده؟ كده لوز العنب. فرحي كده بقى اولادك، بحبوا قوي الشوكولاته كتير عليها اهوت. عايزه اقول لكم الشوكولاته دي كان فيها حتت بندق، فانا سبت حتت البندق، بتدي طعم حلو قوي 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 قوي. بس كده عندي شويه شوكولاته مبشورين، شوكولاته شوكولاته يعني، مش اي كلام. بس كده، ودي الشوكولاته، بقيت الصوص اللي فضل طبعا بشيله في برطمان ولا في علبه، عايزه بس اوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى الشوكولاته ايه، تتغلغل تتغلغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم أن تتخيلوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هي سخنة، أنا دايما مستعجلة في كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى دي واحدة، جيب لكم بس إيه شوكة. بصوا بقى، بصوا حاجة كده، يا سلام، يعني أنا هي سخنة وأنا عايزة أدوقها بصراحة، وهي سخنة فعلا، تحفة، تعجبكم، جميلة وسهلة وبسيطة وبمكونات مش غالية. دي كانت حلقتنا، دي كانت كيكتنا، لموا بعض كده وقعدوا مع أولادكم، اعملوا حاجة حلوة وقعدوا مع بعض. الحاجات دي بتحسس الواحد كده الاطمئنان والحنين والدفء وكل حاجة حلوة. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك، والأحسن من ده كله لو عجبتكم دعوا لي دعوة حلوة. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في وصفات تانية، وسبتكم في امان الله.